انا على نياتي. ها؟ انا على نياتي. هي كلنا على نياتنا يا شيخ. لا بس علي. انا يعني البنات يقصون علي. هذه اول مره حصل. لا الحق انقال يا شيخ. الحق انقال. انت البنات يقصون عليك؟ اي يقصون علي البنات. المشكلة يا شيخ ان انا عزابي اعزب. زين كمل كمل يا فيصل، سامحني ترى اول مره تعرض علي القضيه. اول انت يا شيخ مثلا يا شيخ انا يعني واحدة كلمتني قالت تبى ايفون، انا اروح سيدة محل تليفونات اجيب لها ايفون. انا ما اشوف هالشخص. ما اعرف انه واحد ولا واحدة. من طريق التلفون بس. زين. زين انا تميت على هالحالة يمكن صار لي يمكن 5 سنوات. زين. وانا ان شاء الله يعني مثل ما تقول لي انا خروف. اجيب اطلع على طول. زين يا شيخ. زين. وتميت على هالحالة. زين. فائده هي وشيخ ثاني شو صار عندي الثالث دقيقه خله في الثاني الحين خله في الثاني اسمع يا فيصل يعني انت كيف نحل هذه المشكله تحتاج انت تحتاج عصا طال عمرك ما في الا هذا كل واحد تقص عليك تودي لها ايفون ايه انا كنت كذا يدي لك ايفون ايباد البنات ترى يلعبون في عقول الرجال الشباب زمان كنا نخاف على البنات الحين الحين نخاف عليك ايوه زين هذه حلها عصاي هذه زين اعطني السؤال الثالث يا شيخ انا مبدع ها انا شخص مصرف اكيد مع الايفون وهذا لا يا شيخ انا شوف يا شيخ انا حطيت في رقم الواصل 100,000 هي وش رقم واصل هذا يعني رصيد حطيت 100,000 عشان اتكلم البنات صح ايوه الحين مثلا احنا نتكلم وياك هذا فاتوره حطيت 10,000 اتفتحت مش حد من شيخ السعوديه قال لا هاي حرام ان الله ما يحب المبدرين اسمع انت تحتاج عصاي لا مو عصاي انت تحتاج كرسي كهرباء عرفت؟ لا لازم نجلس معك اول شيء يعني انا الحين لو اتصل فيك وتعطيني ايفون ولا انا ما اصلح؟ الله يوفقك لا ان شاء الله اسمع اسمع الرجل قيم على نفسه يعني ما يصلح منك ان تكون العوبه ايوه عرفت ومالك هذا انت مؤتمن عليه انت كم عمرك يا فيصل عمري الحين 33 بعد يعني لست صغيرا لست صغيرا بس انت مو متزوج لا لا مو متزوج لا لازم تتزوج وين الوالد والوالده عنك موجودين بس تعبوا مني يا سيدي والله انا تعبت منك على المكالمة تعبت منك كيف الوالد والوالدة لا ضع رقمك حط رقمك هذه المشكلة ما تحتاج برنامج تحتاج محاضرة حنا نتصل فيك يا فيصل يا مرحبا فاصل ونعود إليكم زين أعطني خالد من السعودية تفضل نعم يا خالد السلام عليكم وعليك السلام والرحمة نعم كيف حالك يا مرحبا سيدي أهلا وسهلا أولا أنا عندي 3 أسئلة ولكن الأخ فيصل قبل شوي شاركني في جميع ظروفي الحقيقة بس هو آيفون وأنا سامسونج لا دقيقة هو آيفون أنت شو؟ سامسونج سامسونج آخ يا زين أكمل يا أخوي خالد أنت الحين تتكلم بصدق ولا تسولف؟ أي والله بصدق أي والله بصدق بس خليها مستورة على الله على أكمل أكمل إحنا لازمنا حلقة نقول الذئبات البشرية كنا زمان كنا زمان اسمع خالد كنا زمان نسمع الذئاب البشرية اللي يضحكون على البنات الحين بنات يضحكون على الرجال زين أكمل يقولون عليه خروف شكله هو وسيم انا يقولون علي تمساح ماني وسيم انا زين سامسونج زين الموضوع ما فيه دكتور انا متواجد في الامارات انا من السعوديه والنعم متواجد في الامارات اليومين القادمه يا مرحبا نورت اتشرف الحقيقه اذا بتسوي محاضره للاخ فيصل تسجلني المحاضره نفسها برعاية سامسونج ولك مني شاحن سامسونج لا ايفون 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 انت متى قادم للامارات؟ انا الان في الامارات يا مرحبا وين؟ يوم الجمعة يوجد محاضرة بملتقى زايد ابن محمد في الخوانيج لي
عنوانها ايه يوم الساعه 8:30 نسيت ابلغ دعايه الحين حتى ما يزعلون علينا اداره ابو ظبي للاعلام. يوم الجمعه عندي محاضره بعنوان زوجي احتويني، ظاهر ساغير العنوان انا. ها ظاهر ساغير العنوان والله تخليها شو اسمه سامسونج احتويني. لا والله خليها خرفان محتوينا احسن. لا لا عندي محاضرة في ملتقى زايد بن محمد في دبي في الخوانيج الساعة 8:30، انصح كل زوجة ان تأتي بزوجها. نصيحة، انصح كل زوجة ان تأتي بزوجها للمحاضرة. زين اكمل يا